طبعا المباراة كانت قوية من الطرفين، بدينا المباراة بشكل جيد. يعني هي كانت بداية الكرة الثابتة، كان شوي منعرج، استغل فريق الدوي هفوة من الكرة الثابتة، كان في شغول بعض اللاعبين، ما كان في ماركات 100%، استطاعوا انه يسجلوا بالمباراة. هذا الشيء شوي افقدنا التوازن، يعني مدة دقيقتين ثلاثة رجعنا سيطرنا على وسط الملعب، كان في تحركات من الأطراف حتى من العمق، صحنا أكثر من كرة. الحقيقة ما استغلينا بشكل كثير منيح. بالشوط الثاني كمان حاولنا نعدل، في بعض اللاعبين كان عندها إصابات من خلال المباراة، حاولنا نعدل بنسق الأداء. الحمد لله ارتفع وسيطرنا يعني بشكل تقريبا مطلق بالشوط الثاني. كانت للأمانة بنقصنا شوي فعالية قدام مع تمركز لاعبي الفضوع تراجعون للمنطقة الخلفية، كان في شوي صعوبة بكرات مثل العب طويل أو الكروسات، فهذا شوي يعني الحقيقة عملنا بعض يعني فقدان الكرة، حاولنا نضل نرجع نلعب بالأرض ونسيطر. الحقيقة تراجع فريق الفضوع للمنطقة الخلفية حفاظا على الجول، نحن للأمانة ما قدرنا نرجع بالنتيجة. كان صح لنا كرة يعني خطرة، كانت يعني احنا حسب ما رؤيتنا كنا شايفينها من زاوية انه هي ضربة جزاء، الحكم كان يعني اقرب بجوز وجهة نظره او رؤيته كانت اوضح. بالمجمل فريق اليوم قدم مباراة كبيرة، انا راضي عن اداء لاعبينا، بقول هارد لك لجمهورنا اللي شاسندنا اليوم واللي كان عم يتابعنا. نحن اليوم حاولنا جهدنا ان نقدم مباراة تليق باسم نادي حطين، بعتقد اليوم كسبنا احترام الكل، نتمنى نحن ان شاء الله نعوض بالمباراة القادمة. شكرا كابتن سعد على الاداء. خلينا نحكي عن المباراه. بصراحه النتيجه عكس الاداء، احنا في الشوط الاول اول مره لقينا هدف اول مباراه، يمكن هذا حسيته مركز بس، ولكن لعب مجريات المباراه نحن مسجلين المباراه من يمكن من اخر 20 دقيقه من الشوط الاول لنهايه المباراه. فريق الفتوة شو كان راجع الكل كله على منطقته، يمكن ما استغلينا نهايات عندنا، بس بصراحه وعتب يمكن من عصافير الحكم شو الأول في صفراء وشو الثاني في نجازة، بس نحن الحمد لله يعني نحن عملنا فريق السنة الماضية بالتدريب، فريقنا هذا مباراة كبيرة ونحن نحترم جمهورنا، جمهورنا بيشكر جمهور النجم ولسه الدوري بأول يعني احنا في مراحل كثيرة، وإن شاء الله يا رب الله يوفقنا المباراة الجاية، المهم إن شاء الله الله يوفقنا ونكون عند حسن ظن الجمهور فينا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف مقارنة هلا المباراة الثانية غاليين مع فريق منتشي بفوز أول مباراة له مع نادي الوحدين، الحمد لله يعني رغم أن الهدف جاء مبكر، بس دائما الهدف المبكر للحدين بيعطيه المدخ تعطيه أفضلية لتعزيز، ما بصير حالة أمان في بعض المراحل، صار له حالة أمان المنتهي المباراة ما بتنتهي المباراة بعد إصابة الحكم وكل شيء. الحمد لله صحنا أكثر من فرصة، لو عززنا كانت المباراة بتسهل أكثر، صارت بصعوبة أكثر مما عملنا بالوقت، يعني صار حطين بده يترك التعادل، بس اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، خط الدفاع واللاعبين بيأملهم. أنا بقول إنه اليوم كلنا يزورون خاصة بداية الدوري دائما نطلق نقاط هامة، لو أحيانا بنفيد شوي الأداء لكن النقاط خاصة البدايات بتكون هامة جدا. الحمد لله.